امبارح بالليل اللي هو يوم ليلة يوم 5 أكتوبر 2023، حصل في مدينة مطروح المصرية فيضان نتيجة لأمطار غزيرة على مدينة مطروح. وزي ما حضراتكم شايفين كان بالليل الأمطار دي كانت أمطار غزيرة جدا، أدت إلى فيضان زي ما احنا شايفين كده، وسيول دخلت البيوت وغرقت البيوت وغرقت الشوارع. وزي ما احنا عارفين من طبيعة مطروح ان هي مدينة يعني صحراوية بها اماكن واسعة واماكن مرتفعة واماكن منخفضة، فادى الى انجراف المية وسيول المية في الاماكن المنخفضة من الاماكن المرتفعة، وعبت المية الشوارع زي ما احنا شايفين كده، وغرقت السيارات الموجودة في الشوارع ودخلت جوه البيوت. وطبعا حصل اضرار لناس من اصحاب المحلات واصحاب المنازل، وكانت برضو زي ما احنا شايفين كده في الاماكن الواسعة زي ما احنا شايفين كده في الصحراء السيول والامطار يعني كانت تقيلة جدا. ربنا يحفظنا يا رب، ويحفظ مصر ويحفظ العرب اجمعين يا رب من كل الكوارث ومن الفيضانات. احنا ملاحظين ان الفيضانات من شهر كده مثلا كان في اعاصير وفيضانات كتيره جدا وامطار غزيره جدا في مناطق مختلفه وبلاد مختلفه، اذا كان بلاد عربيه او بلاد اوروبيه. ربنا يحفظنا يا رب، ربنا يحفظنا يا رب، ويحفظ مصر والعرب اجمعين يا رب من هذه الكوارث، ويحفظ الناس كلها يا رب في كل مكان، ويحفظ مدينه مطروح واهلها. يعني بصراحه ما نملكش حاجه غير ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظنا من الكوارث دي، ويحفظنا جميعا، ويحفظ أولادنا وبيوتنا ومقدراتنا جميعها يا رب العالمين. دي طبعا الشوارع في مطروح. طبعا المية في أماكن، في أماكن بتبقى المية تقيلة فيها وأماكن بتبقى المية خفيفة فيها نتيجة للارتفاعات، يعني الأماكن المرتفعة المية هتنجرف من عليها ومش هيبقى فيها مية كتير، لكن الأماكن اللي هي منخفضة المية بتعبي فيها. وبقت الطرق بالشكل ده لأن هو يصعب المشي في الطرق اللي بالمنظر ده خوفا على السيارات وغيره. يعني عايز من حضراتكم، بطلب من حضراتكم انكم تدعوا ان شاء الله ربنا يسترها معانا جميعا، يسترها على مصر ويحفظ مصر ويحفظنا من المشاكل ويحفظنا من الكوارث ويحفظ العرب اجمعين يا رب. يعني زي ما حضراتكم شايفين الطرق دي طبعا عربية كانت ماشية على الطريق وحصل كده ان هي انقلبت بسبب ان في بقى يعني المية ممكن تعمل انجراف للتربة وبيحصل ده يعني زي ما احنا شايفين كده. طبعا دي مية وسيول فبيحصل انجراف للتربة، فممكن لو حد حتى حافظ الطريق ممكن برضو يحصل له كده. يا ريت الكل يدعي ان ربنا يحفظنا ويحفظ مصر والعرب اجمعين يا رب من كل سوء. وبدعوكم للاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة معانا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم احفظنا جميعا يا رب من كل سوء ومن كل شر ومن الكوارث ومن المصائب والفواجع والحوادث يا رب ان شاء الله. اللهم احفظنا جميعا واحفظ مصر والمسلمين والعرب اجمعين يا رب العالمين، باذنك انت وحدك لا شريك لك. وفي نهايه الفيديو بدعوكم للاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو ان شاء الله، وربنا يجمعنا على خير يا رب ان شاء الله، ونقدر نقدم لكم حاجات مفيده ان شاء رب العالمين. ويا رب يحفظنا، وبدعوكم الدعاء لله سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظنا.